هاتف مخصص للألعاب. فكرة تجذب شركة شاومي بعدما فعلتها ريزر. رحبوا معنا بالهاتف بلاك شارك ودعونا نتعرف عليه. مراجعة سريعة. كشفت شاومي الصينية عن هاتف موجه للألعاب ويحمل اسم القرش الأسود بلاك شارك. الهاتف تم تطويره عبر شركة بلاك شارك تكنولوجي الصينية التابعة لشاومي. تم تصميم الهاتف بما يتناسب مع الألعاب لدعمها بشكل أفضل، لكن هذا لا يمنع من استخدامه في مهام أخرى مثل الإنترنت والاتصال. لون الهاتف أسود وأخضر بشكل مشابه لما جاء عليه هاتف ريزر للألعاب. هيكل الهاتف معدني وبشاشة 6 إنش وبدقة 1080x2160 بيكسل مع أبعاد 18 إلى 9 الطولية ومن نوع IPS LCD، لكن الواجهة ليست بإطارات نحيفة كبقية الهواتف الحديثة، كما يوجد بالأسفل زر ميكانيكي. من الخلف الظهر بتضاريس أشبه بتصميم أجهزة لابتوب الألعاب، حيث يحمل لمسات أكشن مع كاميرا خلفية مزدوجة. الوزن 190 جرام، السماكة 9.3 ملم عند أسمك نقطة في الظهر، ويدعم تركيب شريحتي اتصال. نظام التشغيل أندرويد 8 أوريو، المعالج سناب دراجون 845 وشريحة معالجة الرسوميات أدرينو 630 مع رام بنسختين 6 أو 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجا بايت، وذلك حسب الرام، ولا يمكن إضافة ذاكرة تخزين خارجية. ولتجربة أداء أفضل أضافت الشركة نظام تبريد سائل مدمج وقادر على خفض درجة حرارة المعالج بمقدار 8 درجات مئوية مع بطارية ضخمة بسعة 4000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع. الكاميرا الخلفية المزدوجة بعدسة أساسية بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.75 وعدسة ثانوية بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.75. الصوت من أهم متطلبات تجربة ألعاب مميزة، فجاء الهاتف بمكبر صوت أحادي لكنه يتحول إلى مزدوج عبر تحويل سماعة الأذن صوت ستيريو. كما يمكن للمستخدمين إضافة ملحق بلاك شارك جيم باد كما الحال مع نينتندو سويتش. الهاتف متوفر للطلب المسبق حتى 20 أبريل، ثم سيكون متاحا للشراء بسعر $560 لنسخة رام 8 جيجا بايت و480 لنسخة رام 6 جيجا بايت، بينما قطعة بلاك شارك جيم باد تباع بسعر $30 أمريكيا. ونترككم مع سعر الهاتف بمختلف العملات.